أعزائي الطلبة، سنتناول في هذه الوحدة معايير المراجعة. أولا المعايير العامة للمراجعة، ومن 3 معايير: 1 التأهيل العلمي والعملي لمراقب الحسابات، 2 الاستغلال الذاتي والمادي لمراقب الحسابات، 3 بذل العناية المهنية الواجبة. 2 معايير العمل الميداني، ودول أيضا 3 معايير: 4 اللي هو التخطيط السليم للعمل والإشراف الملائم على أعمال المساعدين، 5 تقييم مدى الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية، 6 الحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة. آخر مجموعة من المعايير اللي هي معايير إعداد التقارير، الإشارة إلى أن القوائم المالية قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، دي مهمة جدا. 8 الإشارة إلى الالتزام بالتماثل في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، لازم لو أنا طبقت سياسة معينة زي سياسة التسعير الأول في الأول أو الأخير في الأول لازم أطبقها لمدة 3 سنين على الأقل. التحقق من كفاية وملائمة الإفصاح في البيانات المالية. آخر حاجة في معايير التقرير رأي المراجع في القوائم المالية لوحدها، يعني لازم يقول الميزانية بتعبر عن نتيجة عن المركز المالي، قائمة الدخل تعبر عن نتيجة النشاط وهكذا يعني.